السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطيكم العافية، أنا اسمي هنادي النجار، بدرسكم مادة الثقافة المالية لهذا الفصل إن شاء الله. رح نبلش اليوم بالدرس الأول اللي هو الخطر. تعرض الإنسان منذ القدم لمخاطر متعددة أفضت إلى الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وتختلف هذه المخاطر في طبيعتها ونوعيتها وحجم الخسارة المترتبة عليها. فالإنسان منذ ولادته قد يكون عرضة لخطر الحوادث الشخصية، فضلا عن المخاطر التي تهدد ممتلكاته مثل خطر الحريق والسرقة والتلف والزلازل وغير ذلك من الكوارث الطبيعية. أولا نريد أن نتعرف على مفهوم الخطر. تمام، هلأ كلنا بنعرف إنه الخطر هو احتمال وقوع حدث معين ينتج منه خسارة مادية أو معنوية. إذن هو احتمال وقوع حدث معين ينتج منه خسارة مادية أو معنوية. أنا مش متأكدة من وقوع الخطر، لكن بتوقع إنه راح يحدث حدث معين ينتج عنه خسارة مادية أو معنوية. تمام، عندي أركان الخطر. تمام، أركان الخطر في عندي هنا موقف بينما كانت سهام تهم بقطع الشارع أمسكت صديقتها حنان بيدها ونبهتها لوجوب التأكد أن الشارع خالي من السيارات تماما قبل أن تعبره. برأيك هل كانت حنان محقة حين أمسكت بيد صديقتها سهام؟ طبعا أكيد، لأنه هي ما انتبهت من عدم وجود سيارات في الشارع. برأيك هل كانت حياة سهام ستتعرض لخطر لو عبرت الشارع من دون انتباه؟ أكيد، المفروض أنها تنتبه للسيارة. هل مررت يوما بموقف شعرت فيه بخطر ما؟ كل حدا يجاوب عن هذا السؤال. هل كنت تعلم أن هذا الخطر سيقع؟ برضو كل حدا يجاوب عليه. يملك علي مصنع لإنتاج الأحذية وقد تعذر عليه أن يبيع منتجاته، فقرر إتلاف جميع الأحذية التي لم يتمكن من تسويقها. إذن عنده مصنع الأحذية ما باع جزء من المنتجات فقرر إتلافها. هل تعد الطريقة التي سيستخدمها علي لإتلاف الأحذية خطر؟ طبعا خطر. برأيك إذا تعمد شخص ما إلحاق الضرر بممتلكاته فهل يعد ذلك خطر؟ أكيد خطر، لأنه المفروض إنه يدور على طريقة ثانية للتسويق وليس أن يتلف البضاعة أو جميع الأحذية. الموقف الثالث، شعرت أسيل بالبرد فأغلقت باب الغرفة والنافذة ثم أشعلت مدفأة الكاز وتركتها في نفس الغرفة التي تنام فيها. هل كان تصرف أسيل سليم؟ طبعا غير سليم. لماذا؟ لأن احتمال وقوع الخطر اللي هو اختناق أسيل. برأيك ما احتمال حدوث خطر الاختناق بسبب مدفأة الكاز؟ طبعا احتمال الحدوث 100%، لأنه النافذة مسكرة وباب الغرفة مسكر فليس هناك مصدر لدخول الأكسجين أو إخراج ثاني أكسيد الكربون من الغرفة. برأيك ما احتمال حدوث خطر الحريق بسبب مدفأة الكاز؟ احتمال كبير. إذا أطفأت أسيل المدفأة ثم وضعتها خارج الغرفة التي تنام فيها ثم احتمال حدوث خطر الاختناق. برأيك إذا أطفأتها ووضعتها خارج الغرفة أكيد لا يوجد أي خطر لحدوث الاختناق. وما احتمال حدوث خطر الحريق؟ برأيك لا يوجد أي احتمال لحدوث الحريق.
إذا كانت نسبة احتمال حدوث الخطر 0%، هل يعد ذلك خطر قابل للتعويض المادي؟ احتمال حدوث الخطأ الخطر 0%، هل يعد ذلك خطرا قابلا للتعويض المادي؟ أكيد، لأنه احتمال حدوث الخطأ 0%، الخطر 0%. تمام، إذا كانت نسبة احتمال حدوث الخطر 100%، هل يعد ذلك خطرا قابلا للتعويض؟ أكيد طبعا يعوض. الموقف الرابع بحكي لنا: بينما كان باسل يقود سيارته اصطدم بإحدى أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع العمود على سقف السيارة وتكسير زجاج نوافذها، وقد أصيب باسل بكسور وجروح بليغة، إضافة إلى تحطيم هدية أعطاه إياها والده لتفوقه في الدراسة عندما كان صغيرا. ما الخسائر التي نجبت عن هذا الحادث؟ خسائر في السيارة، وخسائر شخصية في بسبب إصابته بالكسور والجروح البليغة، وتحطيم هديته، وأيضا عمود الكهرباء، وسقف السيارة. برأيك هل يمكن تحديد قيمة الخسائر التي تعرض لها باسل؟ أكيد يمكن أن تحدد قيمتها. ما الخسائر التي قد تنتج من خطر ما التي ما الخسائر التي قد تنتج من خطر ما وجهها؟ هل يمكن تعويضها أو قياسها؟ أكيد يمكن تعويضها. طيب بحكي نتذكر أن الخطر هو احتمال وقوع حدث معين، ينتج منه خسارة مادية أو معنوية. حكيناها. أركان الخطر الذي يمكن تعويضه ماديا: يعتمد تعويض الخطر ماديا على توافر الأركان الأساسية الآتية: الاحتمالية وعدم التأكد. يقصد بذلك احتمال وقوع الخطر مستقبلا، فلا يكون حدوثه مؤكدا أو مستحيلا. ما يولد لدى الشخص تقديرات غير مؤكدة للنتائج المتوقعة أو المحتملة نتيجة موقف معين أو اتخاذ قرار ما، بحيث تتراوح نسبة احتمالية حدوث الخطأ بين 0 و1. فإذا كانت النسبة 0%، فإنه لا يعد خطرا لأنه لن يحدث أبدا. بلغت النسبة 100%، فإن تمام هذا تكملة. وإذا بلغت النسبة 100%، فإن احتمال حدوثه يكون أكثر من 100%، ما يعني أنه لا يعد خطرا يوجب التعويض. أما إذا كان احتمال وقوع الخطر بين هاتين النسبتين المئويتين، فالتعويض واجب. إذن السؤال هذا اللي إحنا حليناه هون، إذا كانت نسبة احتمال حدوث الخطر 100%، فهل يعد ذلك خطر قابل للتعويض؟ الجواب رح يكون لا، لأنه هون معطينا إنه احتمالية حدوثه يكون أكثر من 100%، مما يعني أنه لا يعد خطرا يوجب التعويض. تمام. الواقعية وعدم التصنع، أي أن يكون الخطر ناجما عن حادث عرضي، أي لا إرادي غير متعمد من جانب الشخص نفسه. تمام. إذن الواقعية وعدم التصنع، يعني ممكن انه يصير خطر ناجم عن حادث لا ارادي. تمام. اما الخسارة المادية، يتسبب الخطر عادة في حدوث خسائر مادية ومعنوية، والخسائر المادية يمكن تعويضها، خلافا للخسائر المعنوية التي يصعب قياسها
كميا أي تحديد قيمتها. مسببات الخطر، ما هي مسببات الخطر؟ هنا معنى مهم بدنا نتعرف عليه، هي مجموعة العوامل والظواهر والحوادث التي تسبب وقوع الخطر. إذن مسببات الخطر هي العوامل التي سببت وقوع الخطر، ما يؤدي إلى حدوث خسارة معنوية ومادية. يمكن تصنيف مسببات الخطر إلى نوعين رئيسيين. عندي مسببات الخطر نوعين رئيسيتين، أول إشي طبيعية، ثاني إشي بشرية. الطبيعية مجموعة الظواهر الطبيعية التي تؤثر تأثير مباشر أو غير مباشر في الأشخاص أو ممتلكاتهم. يعني زي إيش طبيعية؟ زي الزلازل، البراكين، الحرائق، الفيضانات، الأعاصير، وكل ظاهرة تنشأ بفعل العوامل الطبيعية فقط، يعني ليس للبشرية أي يد في حدوثها، هاي الطبيعية. أما مسببات الخطر البشرية هي مجموعة العوامل والحوادث التي تنتج من تدخل الإنسان وتسببه في حدوث الخطر والتأثير فيه، أي أنه للإنسان يد في حدوث هذا الخطر، سواء كان ذلك بقصد أو من دون قصد، مثل إشعال الحرائق، اصطدام السيارات، عمليات السطو والسرقة، البطالة، المرض، الشيخوخة والوفاة وغيرها. طبعا هاي مسببات الخطر طبيعية وبشرية. وهيك بنكون خلصنا الدرس، وبتمنى منكم يا عاشر تحلوا لي أسئلة الدرس تبعتوا لي إياها على الواتساب، واجب عليكم. وشكرا لكم، وبتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، ويعطيكم ألف عافية.